الأمم المتحدة في الميدان، برنامج من إنتاج تلفزيون الأمم المتحدة. سوك جوماري ابنة 77 من عمرها والتي لم تعش أبداً في منزل ذي مرفق صحي خاص، تجد صعوبة في ارتياد مرفق خاص، وهي اليوم عمياء. وابنتها ناندا تقول إن ارتياد المرحاض حالياً بات مستحيلاً. تجربة سوكوماري ليست وحيدة، إذ أنه عالمياً نحو 2.5 مليار من السكان ليس لديهم أي وصول لمرحاض نظيف، ما يعني 1 من بين كل 3 أشخاص، ومن الممكن أن يكون هذا الرقم أعلى بكثير في المناطق الريفية في نيبال. يموت يومياً نحو 2000 طفل موتاً مبكراً بسبب الإسهال الناتج عن نقص الوصول إلى مرافق صحية آمنة ومياه نظيفة. النساء والفتيات هم عادة الأكثر عرضة، خروجهن إلى مرافق صحية خارجية يعرضهن للاعتداء، وقد باتت إدارة الحيض والكرامة تحدياً. الشقيقات من آل سلوال يعشن في غولتشي وسط نيبال، حيث لغاية اليوم أكثر من 90% من الناس يقضون حاجتهم خارجاً. السكان أدركوا أهمية وجود مرافق صحية آمنة ومستدامة عندما أبلغوا بتداعيات قضاء حاجتهم خارجاً، وقرروا أنفسهم أن يتخذوا الخطوة حيال ذلك. الأواتي موظف ميداني لدى برنامج ووش. Everything will be drawn on the ground. Community people will draw everything like a water resource, toilet, household. People will realize, okay, if we defecate outside, then this will directly contaminate water resource. وفقاً للبنك الدولي، فإن أي دولار يستثمر في المرافق الصحية يعتبر 5 دولارات لدى احتساب العائدات. إن الاستثمار في المرافق الصحية عبر تشجيع المجتمعات على بناء المراحيض وتعليم السكان نظاماً صحياً جيداً لن يحسن فقط الصحة، إنما يرد الأموال، يقول جوفين داس شريستا. दिल्ली नाउन जदिल अरुनि सामान लिएर आउँछ आलुहरु यताउति कोहीले मोबाइल किन्छन् त्यही हो यता सामान अरुहरु बिक्री हुन्छ हाम्रो यसले गर्दा नि राम्रै हुन्छ के गाउँ घरमा राम्रो हुन्छ. مجلس الأمم المتحدة التعاوني لتأمين المياه والمرافق الصحية يدير التمويل العالمي للمرافق الصحية الذي أنشئ لجمع وإدارة الأموال والموارد لبرامج وطنية تعزز الأنظمة الصحية وتوفر وصول المرافق الصحية إلى الأكثر فقراً. منذ أن بدأ التمويل لدعم الخطة الوطنية للصرف الصحي والنظافة في نيبال عام 2010، تمكن أكثر من 500,000 شخص من الوصول إلى مراحيض متطورة، وتدفع نيبال حالياً باتجاه إلغاء حالات قضاء الحاجات خارجاً بحلول سنة 2017. دينش بخرين يبني مرحاضه الأول. لأن هذا هرم مالا يقدم رام الله एउटा मेहनत गरेर मैले ल्याएको छु किन ल्याए त्यो भनेको अब टोयलेट नजिकै टोयलेट भइसकेपछि अब हामीलाई बारीतिर अब रोग व्याधिहरू फैलिन डर नहुने भयो होइन सर यही नै हो सर. انطلاقا من أهمية الصرف الصحي بالنسبة إلى القطاع الخاص وفوائده على المجتمعات أينما كانت، جعلت الأمم المتحدة موضوع الصرف الصحي أولى الأولويات، وأطلقت مؤخرا حملة نداء للتحرك تحث فيها على إنهاء عمليات قضاء الحاجة الشخصية في العراء حول العالم بحلول سنة 2025. منذ بدء الحملة توقف نحو 4 ملايين شخص في 11 دولة عن قضاء حاجتهم في العراء. أعد التقرير أندرو مارتن للأمم المتحدة.